هيا يا بنات، واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. بصوا بقى، خلاص بقى زهقنا شويه من الريفيوهات والفيديوهات اللي لها علاقه بالبشره والشعر والجسم وبلا بلا 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 كتير. انا كمان صراحه زهقت، وحابه ان انا نرجع تاني للفيديوهات بتاعتنا وفيديو التحديات. وطلبتوا مني بعد ما عملنا الفيديو بتحدي اللون الابيض ان احنا النهارده هنعمل تحدي جديد بلون مختلف. فالنهارده ايه التحدي بتاعنا يا بنات؟ هيكون يوم كامل باللون الاحمر. ايوه، هناكل ايه؟ هنتغدى ايه؟ هنشرب؟ هنتعشى ايه؟ صراحه مانيش عارفه، وما اكدبش عليكم، ايديا كده كانت بتاكلني ان انا ادخل اعمل ريسيرش واتفرج على فيديوهات باللون الاحمر عشان اشوف هقدر اكل ايه او اعمل ايه. بس قلت لا، خليها مفاجاه، خلينا نروح الماركت ونشوف الحاجات اللي ممكن نجيبها باللون الاحمر ونستكشف مع بعض. يمكن نستكشف حاجات جديدة ويمكن برضو لا، وربنا يستر وما يحصلش معانا زي ما حصل في التحدي اللي قبل كده اللي هو باللون الابيض. بس قبل ما نعمل اي حاجة لازم دلوقتي نغير التيشيرت ونلبس لون احمر عشان نكون جاهزين للتحدي. ورجعت لكم يا بنات بعد ما لبست تيشيرت باللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اول حاجه بقى دلوقتي هنعملها ان احنا هنروح السوق، يعني في محلات كده جنب البيت، ماركت اسمه بيت الجمل، وكمان هروح السوق. فخلينا نروح الماركت ده نجيب حاجات باللون الاحمر ونشوف ونستكشف، ولو عرفت اصور لكم وانا هناك هصور لكم طبعا. فيلا بينا بسرعه لاني متحمسه جدا للتحدي ده. عايزه اقول لكم كمان ان الساعه 10 دلوقتي الصباح وما فطرتش لحد دلوقتي وجعانه جدا، ولازم لازم لازم ابتدي انزل بسرعه عشان حاسه ان انا ممكن اضعف اكل اي حاجه في البيت. فيلا بينا بسرعه نجيب المشتريات. بس لو انت جديده معايا في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وحطي لايك 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 على الفيديو عشان خاطر الفيديو بتاعنا يترشح لناس تانية اكتر واكتر واكتر، والعيله بتاعه بنانيت شيرو تكتر اكتر واكتر. فيلا بينا. 2000 years later. ورجعت لكم يا بنات، واشترينا الحاجات زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اشتريت حاجات باللون الاحمر، صراحه احترت كتير جدا ومبقتش عارفه انا هعمل ايه، فجبت الحاجات اللي لقيتها باللون الاحمر. فيلا بينا بقى بسرعه دلوقتي نروح على المطبخ عشان نبدا نجهز الحاجه بتاعه الفطار بتاعنا لاني جعانه جدا. فيلا بينا يا بنات. انا دخلت دلوقتي على المطبخ يا بنات، هبتدي احضر الفطار بتاعي. تعالوا بينا بقى دلوقتي اعرفكم على الفطار اللي انا مفروض هفطره. يعني وانا في العاده ما بفطرش اصلا الفطار ده، يعني دايما بفطر فلافل وفول وجبن وبيض وكده يعني. ولازم لازم اهم حاجه القهوه طبعا بتاعتي، وفعلا ما شربتهاش خالص يا بنات. ففطاري النهارده هيكون عباره عن لانشون وزبادي بالفراوله، وانا مش بحبه بس عشان التحدي. وكمان جبت زبده عشان خاطر اشربه، وكمان يا بنات طماطم عشان اعرف اكل بيها وابلع، والحمد لله ان انا لقيت حاجه يعني يتبلع بيها. وطبعا مش هيكون في عيش عشان خاطر مفيش عيش باللون الاحمر خالص. ف يلا بقى بينا نجهز مع بعض الحاجات دي سوا. ورجعت يا بنات بعد ما حضرت الفطار، وطبعا ما خدش مني ثواني في التحضير لان انا كل اللي عملته هو انا بس قطعت الطماطم واللانشون طبعا بس حطيته في طبق، وصبيت الزبادو في الكوبايه والزبادي بالمعلقه، يعني مش ثانيتين. فانا مش عارفه انا هفطر ازاي الفطار ده من غير عيش، بس قشطه عادي يعني. طبعا قاعده قدام التلفزيون عشان اتفرج وانا باكل، ان انا من الناس اللي ما بعرفش اكل الا اذا كنت بتفرج على حاجه. فالتلفزيون شغال وهبتدي دلوقتي بقى ايه افطر. بسم الله. الزبادو طعمه حلو قوي. انا عاده بحب الزبادو اللي بالخوخ، يعني الفراوله بالنسبه لي كان اول مره او تاني مره اجيبه، بس انا عاشقه للزبادو اللي بالخوخ. فيلا بينا بقى نفطر. انا مش عارفه انا هاكلك ازاي من غير عيش. انا هعملك كده وهاكله كده. انا
كلت اللانشون كله والطماطم كلها وكمان شربت الزبادو اللي بالفراولة. انا كنت خايفة جدا ان اللانشون يكون طعمه وحش من غير عيش، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو انا حرفيا جعانة جدا، يعني قايمة من النوم جعانة قوي، فلو ما كانش عجبني انا ما كنتش هقدر اكمل، فكنت هضطر استنى لحد وقت الغدا، وانا ما كنتش عايزة اكسر التحدي. فانا دلوقتي بقى هروح اغسل دولت، واستنوني في فقرة الغدا. ودلوقتي يا بنات طبعا انا حطيت سكارف كده عشان يبقى تغيير، وبرضو اهو باللون الاحمر عشان يبقى لايق مع التحدي بتاعنا. دلوقتي بقى جه وقت الغدا، وعايزه اقول لكم ان انا جعانه قوي، فيلا بينا على المطبخ عشان نحضر الغدا سوا. حطيت يا بنات الاسباجيتي، وطبعا حطيت البهارات. هبدا دلوقتي بقى ايه، احط كده شويه ميه صغيرين، وحطيت طبعا بهاراتي كلها بابريكا وفلفل اسود وكمون وملح. هبدا بقى ايه اقلبها كده واغطيها وهدي عليها النار لمده 10 دقائق، بتكون طابت وبتكون حلوه قوي في الاكل. كمان هنا يا بنات هعمل جيلي عشان يسقع برده، وما بين الغدا كده والعشاء احلي بيه. فهبدا احط الجيلي بتاعي كده. يس 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 كوبايه ميه كده يا بنات عليه، وهفضل بقى ايه اقلب كده لحد ما تغلي ويدوب على النار، وبعد كده بصب ميه كمان تكون بارده، وبعدين نصبه بقى في الاطباق ونحطه في الثلاجه. وجهزنا الغدا يا بنات، والغدا بتاعنا هيكون اسباجيتي زي ما انتم شايفين كده يا بنات، ريحتها حلوه قوي، واعتقد طعمها هيكون كمان حلو ولذوذ. وهشرب معاها كوكا كولا عشان اقدر ابلع، وده هيكون الغدايا بتاع النهارده، اسباجيتي وكوكا كولا، كوكا كولا واسباجيتي، وهم عاملين في البيت لحمه ومحشي ورق عنب وملوخيه، وانتي هتاكلي اسباجيتي يا شيرو. شيرو هتاكل اسباجيتي. احساس صعب قوي لما يكونوا هم عاملين اكل غير الاكل اللي انت هتعملي بيه التحدي، بس لازم تمشي على التحدي. فنقول بسم الله. وعايزه اقول لكم بصوا سخنه جدا، البخار طالع اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين، بس خلوني الاول افتح الكوكا كولا واصبها كده في الكوبايه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم انا مشغله التلفزيون عشان انا ما بعرفش اكل الا اذا كان في حاجه قدامي. فيلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا كمان يا بنات جربوا كده تعملوا التحديات دي في البيت واستمتعوا بيها، وقولوا لي ايه احساسكم لما بتعملوا حاجه زي كده. سخنه قوي. بسم الله. حلوه قوي 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 قوي. كده يا بنات خلصنا الغدا بتاعنا واتغدينا والحمد لله. وعايزه اقول لكم انا فعلا كنت جعانه قوي قوي قوي، كلت طبق المكرونه كله وشربت الكوكا كولا بتاعتي. دلوقتي بقى اروح على المطبخ اغسل الطبق بتاعي مكان الاكل، واستنوني في فقرة العشاء. دلوقتي يا بنات الساعة بقت 8:30، فجه وقت العشاء بتاعي، لان انا دايما بتعشى قبل ما انام بساعتين او 3 ساعات، ما بحبش اكل وانام على طول. فانا دلوقتي بقى هروح على المطبخ اشوف ايه فاضل من الحاجات اللي انا اشتريتها النهاردة باللون الاحمر ينفع ان انا اتعشى بيها. هو انا كان في دماغي ان انا اتعشى اندومي واعمل عليه لون باللون الاحمر واتعشى بيه، بس كنسلت الموضوع لاني كلت مكرونه في الغدا، والمكرونه كان طعمها حلو قوي وكلت كميه كبيره قوي. فلا هروح اشوف ايه في المطبخ فاضل عندي باللون الاحمر عشان نتعشى بيه. فيلا بينا بسرعه نحضر العشاء. ورجعت لكم يا بنات بالعشاء بتاعي، والعشاء بتاعي زي ما انتم شايفين كده هيكون عباره عن بطيخ، وهو ده العشاء بتاعي. والساعة دلوقتي 9 بالليل، فأنا صراحة اتغديت كتير جدا مكرونة ودبتها دبتها يعني. فهتعشى بقى بطيخ خفيف كده، لأن أنا من الناس اللي ما بتعشاش وأنام على طول، بحب أستنى 2 3 ساعات قبلها، وبحب دايما أتعشى عشاء خفيف. فالعشاء بتاعي بطيخ وفواكه، فيلا بينا.
البطيخ اهو زي ما انتم شايفين، فاضل بس قطعتين خلاص معدتي حرفيا اتملت. فهروح بقى اشيل الطبق بتاعي كده ونرجع سوا. وعايزة اقول لكم كمان يا بنات، المفروض كان هيبقى فيه جيلي ما بين الغدا والعشاء، بس عايزة اقول لكم لحد دلوقتي الجيلي لسه في التلاجة ولسه ما جمدش، يعني لسه برضو في كده شوية مية فمعرفتش اكله خالص، فاكله بقى ايه خارج نطاق التحدي لانه لسه ما ينفعش يتاكل، يعني هو ينفع يتشرب. فاعذروني بقى ما كناش جيلي النهاردة وانا زعلانة قوي. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة من تحدي اليوم باللون الاحمر. كان تحدي حلو وجميل، انا حبيته صراحة واستمتعت بالاكل فيه. وشكرا لكل بنوتة رشحت لي اللون الاحمر في التحدي. انتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون التحدي بلون ايه، ونجرب مع بعضينا تحدي جديد بلون جديد باكل جديد. لاول مرة اعمل في حياتي الحاجات اللي بعملها دي، بس حرفيا انا مستمتعة بيها ومبسوطة بيها. فما تنسوش يا بنات تحطوا لايك على الفيديو وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو انتوا جداد معايا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا وبس، والله.